استشارة معانا النهاردة من السيدة رقية، بتقول أنا عندي مشكلة كبيرة وهي تشابه الأسماء. اسم أخوها متشابه مع اسمين تانيين، واحد منهم قاتل في البساتين والتاني تاجر مخدرات في الجيزة. أخوها من دار السلام ومعندوش أي شبهة جنائية، لكن اتاخد مرتين من الطريق. عايزة مساعدة حضرتك في الخطوات اللي تتبعها علشان تتلاشى المشكلة دي. حظها سيء او حظ اخوها سيء مع الاسف، عشان وقع في موضوعين، قتل ومخدرات. لكن خلينا نقول هو الموضوع ده اتسمع فيه كتير وقلنا على ردود. هنقول بقى بالنسبه للحاله دي اي قضيه من دولت رقمها موجود، فهتكلف احد الساده المحامين يجيب صور القضايا دي اللي هما القضيتين اللي هو اخوها بيتاخد بسببهم دايما، ويشوف بقى دايما بيبقى المتهم مكتوب اسمه، سنه، عنوانه، بيانات عنه. وبموجب البيانات دي نقدر نعمل فصل على الكمبيوتر ما بين هذا الشخص وبين اخوها. هو عموما ده مشكله صعبه جدا وتواجه ناس كتير، الافات بتواجهها المساله دي وبالذات في مصر، وكل ما العدد زاد كل ما عددنا زاد كل المشكله دي هتزيد. هو تحديث قاعده البيانات للمواطنين وتحديث قاعده البيانات لوزاره الداخليه هيكون هو الحل، واحنا دايما بنناشد او بالنادي بان ده يحصل، ان تتحدث قاعده البيانات بالنسبه لتنفيذ الاحكام، يضاف عليها بعض المعلومات اللي تفرق الناس من بعضها. السرع اللي بينفذوا الموضوع ده اللي هو بينفذوا يعني تنفيذ الاحكام، ما احنا الراعي برضو البطاقه فيها عنوان واسم المتهم اللي موجود على الكمبيوتر ليه عنوان. اذا كان العنوان مش هو نفس العنوان يعني هيبان بقى من طريقه الكلام، من الاسلوب، من اسئلته، يعني دي المفروض نتعامل معاها بحرفيه يعني.